السلام عليكم. المشهد الأول، الساعة 2:00 فجرا، الموقع منزل رئيس الوزراء. طائرة مسيرة تلقي بحمولتها من المقذوفات على المنزل. المشهد الثاني، رئيس الوزراء يظهر من مكتبه ويده اليمنى ملفوفة بالضماد، إصابة بسيطة. المشهد الثالث، الساعة 11:00 صباحا من اليوم التالي، وزير الداخلية يتصل بمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية ويطلب منهم التواجد فورا في موقع الحادث لمعالجة المتفجرات وحصر المبرزات الجرمية وأخذ البصمات. المشهد الرابع، باحة المنزل مع وجود آثار القصف والفرق التخصصية تمارس عملها. ينتهي العمل في باحة المنزل، عميد في مكافحة المتفجرات يصر على الصعود إلى السطح لتفتيشه. المشهد الخامس، مقذوف لم ينفجر يحتوي على مادة السي4 على سطح المنزل محاطاً بخبراء المتفجرات. لم يتم رفع البصمات الموجودة على المقذوفة دون معرفة الأسباب. فريق المتفجرات ينوي تفجير المقذوفة على سطح المنزل كإجراء روتيني. المشهد السادس، يرن هاتف مدير مكافحة المتفجرات. المتصل هو مدير مراسم رئيس الوزراء. يبلغ فريق المتفجرات بأمر رئيس الوزراء بعدم تفجير المقذوف على سطح المنزل وإنما في مكان بعيد. المشهد السابع، فريق مكافحة المتفجرات يلتزم بأمر القائد العام للقوات المسلحة ويجازف الأبطال بحياتهم. يحملون المقذوف بكيس مملوء إلى النصف بالرمل وينزلون به من سلم الطوارئ. المشهد الثامن، فريق المتفجرات يفجر المقذوف في نهر دجلة. المشهد التاسع، يومان بعد الحادث، فريق الأدلة الجنائية يرفع البصمات عن المبرزات الجرمية التي استلمها من فريق مكافحة المتفجرات. المشهد العاشر، الفريق أحمد أبو رغيف يحتجز فريق مكافحة المتفجرات وهم كل من اللواء صباح الشبلي مدير عام مكافحة المتفجرات وفريقه المكون من عميد رياض حاتم وعميد أحمد جهاد ورائد قصي، ويحتجز كذلك فريق الأدلة الجنائية وهم كل من لواء أياد وعميد أكرم ومقدم لؤي، والجميع رهن الاحتجاز والتحقيق منذ أسبوعين. المشهد الأخير، لا زال المجرمون الذين نفذوا هذه العملية الإرهابية طلقاء. كانت هذه مشاهد اليوم.